السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة مشاركات، يا جماعة مشاركات، الحساب عليه بلاغات، عليه غيود، عليه 580 بلاغ من معتوه. أدونا شير، أدونا مرصغات عشان الصفحة ما تنقفل، عشان الصوت يصل. أدونا شير، أدونا مشاركات عشان أبشركم وبشركم وبشركم. اولا حاجه الميدان اخر نبدا لك من اخر حاجه في ارتكاز في بومبان ان النعيمي لهم فتره ببلغوا عنه، لكن الليله تموه تماما. جيت ونزلت لك فيديو بتاعه ذاته، الفيديو نزلته لك، فيديو ونزلته لك الان في الصفحه موجود. ارتكاز في بومبان، جيش في امدرمان شغال 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 كتامي شغال بيزحف شغال. الجاي جاي كبير يا جماعة، الناس تصبر، الجاي كبير كبير كبير. القيامة قايمة، القيامة قايمة قايمة قايمة. الجاي كبير بإذن الله الواحد الأحد. أي والله العظيم الجيش متقدم في كل المحاور في امدرمان، في كل المناطق، حتى صوت الرصاص ما بتسمع. امدرمان قلت لك محرر بنسبة 100%. الناس اللي قاعدين فيها ديل اولاد الجيران، اولاد دارين يطلعوا وما لاقي لهم طريق يطلعوا ذاتهم. ام درمان قفل الطرشه، والله العظيم قفل الطرشه. ام درمان قفلت عادي الطرشه، الجوا جوا والبر بر. انا بقول لكم مزول منا، الجيش شغال في مناطق كثيره وماشي زاحف زحف جد، بيفتش من بيت لبيت، من شارع لشارع، من زقاق لزقاق، كوب شغال والله. تمشيط جد، تمشيط تمشيط في شغل الآن. اتعمل اتعمل الليلة شغل في حاجات يا جماعة ما بتتقال، وأنا بس بطمنك بقول لك مبروك. هاي حتسمع أخبار والله مش طيبة، أطيب من الطيبة بإذن الله الواحد الأحد. حتسمع أخبار أطيب من الطيبة. هاي نحن لما نديك البشرة ما بنديك لا بس عشان لا لا، أنا لما نكون والله بصهر ولا بقدر أجامل ولا بقدر أبتسم ولا بقدر أقول لك، لما نكون شبعان حاجة طيبة بتتعكس علي، ما بقدر أغطيها ولا بقدر. هاي مرات أنا ما أنا الفولة ما بتتبلى في خشمي، معروف أنا. أنا ما في ذول بديني سر بيستمر معي 3 ثواني. أنا لما ندوني السر ده بتعب شديد، وأقسم بالله العظيم بتعب بتعب عديل إلا نوم. شفت لو نمت ما بوصل، ما بوصل الكلام، لكن لو استمريت صاحي انا بفيش يصير، بفيش طوالي. عشان كده بطمنكم، انا شخصيا لو حاجة ما في بقول لكم والله تلقوني زعلان ونكد. في حاجة، في حاجة والله بإذن الله تعالى قريب هتسمعوا، هتشوفوا بعينكم وهتسمعوا. بقول للجنجويد الباقين والله حلل غير تسلم، والله ما عندكم حلل. احنا اصلا ما عندنا حاجة، احنا جيشنا ده معاه ليه اخر العمر؟ الحرب دي تنتهي، الجيش ده لو كله كميل والشعب كله، شفت ايه اللي اكمل الشعب السوداني؟ 48 مليون. البيض الخايس حقنا ذاك ما حس بانه القحاطة ذاك بيض خايس، ما حس بانه ديلك ما رجال ولا اولاد ناس ولا اولاد حلال. الشعب السوداني ذي اللي اكمل 48 مليون، حتى انت جاي تقول احنا انتصرنا، لكن انتصرت بمنطقة وطلعوا لك منها وسلموك ليها؟ لا لا، دي أصله ولا تحلم ولا تحلم. المنطقة دخلتها ساي كده بنطلعك منها وكراعك في رقبتك، بنطلعك منها لأول جهنم ما بعيد. الكلام ده قريب. أم درمان بنسبة 1,000,000% محررة، أم درمان بنسبة 1,000% محررة. في شغل تامي، في شغل تامي، الناس تفهم، في شغل تامي، في شغل تامي. بحر شغالين فيها، الخرطوم شغالين فيها، طيران شغال في معسكر طيبة، شغال في جنوب الخرطوم، شغال في مناطق كثيرة ما وقف. المفروض الطيران يزيد الأيامات دي، يزيد 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 يزيد، والقوة بتاعته تزيد. خلاص دي الخواتيم. وبالنسبة لمدرمان تسمعوا أخبار مش قريبة بإذن الواحد الأحد، بإذن الواحد الأحد. عشان الناس تكون مستبشرة خير وعارفة. ما 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 يزعل، اللي زعل أنا ما خلاص، اللي زعل عندي محرر، اللي زعل هذيك قاعدة ومحررة عندي.
الإذاعة عندي محررة، ما فيها حاجة ولا فيها شيء، الإذاعة بس يكمل لون الأكل والشراب بيطلعوا بيسلموا يديهم، بيرفعوا يديهم. الإذاعة بالنسبة لنا منتهية، يعني ده ما خبر بيفرحني قدر الحاجة اللي أنا عارفها المفرحاني. دي ما 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 بقى الإذاعة عارفها أنا منتهية، موضوع انتهى. الإذاعة وأم درمان القديمة موضوع انتهى، دار السلام ليبيا ده موضوع منتهي، والدلبشير وغيره كله منتهي، شارع العرضة كله منتهي. الجيش جوه الأربعين الآن، جوه الأربعين، جوه بيوتهم، دخلوهم جوه 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 بيوتهم ولا كلمة. دي موضوع منتهي، الكلام ده كله أنا ما في، الكلام ده انتهى، انتهى عندنا بإذن الواحد الأحد. الشغلة ماشية للخواتيم، والناس تفرح وتدعم جيشها وتنبسط. تدعم جيش اللي شفته من الألف للياء، حاطي ما عنده حاجة، بطلع إشاعات، بيجيب إشاعات أخبار مفبركة، بيجيب لك كده عشان يخدعك ويضللك ويسوقك. احنا عارفين واثقين من نفسنا، كان بغيره كان بالقيادة كان بغير، احنا واثقين عارفين القحاطة دي ما بيحكموا في السودان ولا بيشتغلوا غفرة في السودان ولا بيقدروا، ما فيهم راجل بيجي داخل السودان. في صفحة بتاعت واحد معرض ابن حرام قاعد في الامارات، اسمه سوداني ولا شنو، سودانيز، واحد ابن حرام قاعد في الامارات ومطلع صفحة في 4000، قال ديل العملاء، العملاء نحن اولاد الحرام. اقسم بالله لما ربنا نزل العمالة في الارض، والله انتوا اخس من ابي سلول، والله انتوا اخزر من ابي سلول يا عملاء يا قوادين يا اولاد الحرام. انتوا بيوت الضعارة والعهرة جبتوا للسودان، اقسم بالله العظيم المفروض تخجلوا. انت قاعد بتكتب انت اكتب اسمك، انت ما تبقى راجل ودرجال اكتب اسمك، لكن ما بتكتب اسمك ليه؟ لانك واد حرام، لانك ابن زانيه ما راجل. لو ما كنت ابن زانيه بتكتب اسمك، لكن احنا بنطلع كده بسيوني كامل، بسيوني لاي قحاطي ابن حرام باسمي، معروف واد منو، معروف ابوي منو، لكن انت اطلع اكتب اساميك في الميديا، بتكتبوا بكلام فاضي. لكن قسما بالله العظيم حاربنا معاكم، بتبتدي يوم ننتهي الجيش الانتصار، نحن كشعب سوداني بنركبكم في الشوارع من الان. الجيش ما قبضكم وعدمكم، والله نعدمكم نحن، والله العظيم نعدمكم، والله العظيم ما نخليكم، لانكم انتوا سبب الحرب دي، لانكم انتوا الجنجويد، لانكم انتوا اللي شعلتوا الفتن دي، لانكم انتوا كبرتوا الجنجويد، لانكم انتوا دمرتوا البلد، لانكم انتوا اللي هددتونا. الكلام ده مثبت، لا تلفوا ولا تدوروا ولا تقعدوا تكوركم، الكلام ده واضح عشان ما تمشوا بعيد، احنا حارسينكم قاعدين. نمشي يا جماعه لموضوع مهم جدا جدا جدا. في واحد من الناس الجنجويد ديل في الحزام جنوب الحزام، شغال له 5 سنة مع الجنجويد، الان شغله شنو؟ الان شغله بيجيب الاولاد الصغار بيجندهم ب 3 مليار 4 مليار 5 مليار. دي الحقيقه. عنده اولاد، عنده بنات، متزوج ببيته ومعروف وين ودنهم. احنا بنقول ليه ما بتقعد كثير، ايامك بقت معدوده، معروف بيتك وين، احداث البيت جابوه، احداث بيتك في جنوب معروف جابوه، عندك كمول الصغار جابوه، اولادك جابوه، كل حاجه موجوده عنك، ذاتك كامله اترفعت، شفت محلات بتقعد وين، والاولاد اللي بيجندهم الاكثر من 200 300 400 في الاسبوع وبتدفع عليهم، والله كلهم معروفين، والبيوت اللي اشتريتها معروفه. الرساله دي ليك انت، عشان احنا نكون عدانا العيب، ما بيكتبوا لك تدخين ضار بالصحة قبل ما تشتريه ويكتبوا لك في العلبة، وهنا عارفين انه ضار، ويكتبوا لك التدخين ضار بالصحة، تمشي في الطريق ما بتلقى لك احذر، في كاميرا بتاعت ساهر بتصور، احنا بنقول لك الان احذر، البل جايك، الطيران جايك، احذر، حذرناك عملنا اللي علينا، احذر جايك الطيران، بيك انت باولادك بمرتك باسرتك كلها جايك، بشرناك عشان انت اللي عملته في جنوب الحزام ما في زول عمله. انت اخطر من حميدتي، انت بتسوق الاولاد عمر 16 و15 و13 سنه، بتدفع لهم القروش وبتسوق وانت جندهم، وفيهم كلهم بتوديهم قدام المعارك زي البقر. قسما بالله العلي العظيم، اولاد الناس عندك، اولادك بتقدر تفكهم ما بتفكهم، لكن بتلقى بتستغل الحوجه بتاعت الناس، الاولاد الصغار بتستغل الحوجه حقتهم، بتركبهم في التاتشرات، بتدون السلاح وتخلون يمشوا قدام،
عشان يفتحوا الطريق لأسيادك، لأسيادك. عشان كده نحن بنقول لك الدور جاك، اترفع الداتا عنك كاملة، أولاد بأولادك بمرتك، شفت كريم من الاتخار 24 ساعة في وشها، والله العظيم ما تلحق تمسحه، عشان احنا بنوريك قلة الأدب، عشان بنوريك قلة الأدب اللي انت قاعد بهناك، والله إلا انت مش تحفر قبرك بيدك. الكلام ده جنوب الحزام شيروا له في بيته، خلوه يسمع الكلام ده عشان يعرف جاهه. الموت يا تارك الصلاة، الموت جات، الموت جات، اطلع من ششرود، امشي تشاد، امشي النيجر، الموت جات. كلام ده واضح، الدنيا كلها عارفاك في جنوب الحزام، عارفينك فلان وفلان، اربع سنة خمسة سنة شغال مع الناس دي، سوق الاولاد الصغار بتغريهم، بينديكوا نسع كده، وبعدين بتمش تجعوه بيموت ولا بتدون حاجة، حتى حقهم بتاكلوا، بس بتسوق وانت فتح بهم طريق، تعمل بهم، تعمل بهم استمرارية لمعركة. اما بالنسبه للاسره اللي بتقبض من اولادها، اي اسره فكت اولادها واشتغلوا، بالنسبه لنا الاسره دي عدو. ما تيجي تقول والله السودان ده كله ما لاقي ياكل، ما بيع، السودان ده كله تعبان، ما صرف رواتب، الناس دي كلها ظروفها وسخه، ما يزول محلل اللي ظرفه وسخ يمشي بيع، ما في عذر. اي واحد دخل مع الناس ديل خاصه من جنوب الحزام، عندنا خلايا هناك اشتغلت اسامي بالاسره، والله العظيم ما نخلي اسره، لان الوطن ده بينضف بينضف، دي الحاجه الحقيقه الواحده اللي عندنا الان مكتوبه امامنا، الوطن ده بينضف 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 بينضف، والحمد لله والشكر لله، ربنا جاب لنا حاجة. ما في تاني قلب لزول، ده مسكين ومعليش ده جاري، نركبك انت وجارك، دي الحقيقه المره الناس تكون عارفاها. اي زول الان باع نفسه وباع ولده وباع بيته وباع اسرته وبيقى بيتملحق جزء من المعركة الآن، دم ده بالنسبة لنا هدف ومستهدف، وده دمه مهدور رسمه الشعبي، هو أسرته، لأنه هو ولدك بيساعد وانت بتقبضه في القروش وبتفكيه، وبقت الشغلة عبارة عن شغل عديل استرزاق، استرزاق، لا هماك ولدكم ولا هماك زول، طالما كده انتم ما بتعيشوا معانا في البلد دي، عشان الكلام ده كلكم عارفين الكلام ده. جنوب الحزام الآن عبارة عن عبارة عن أسر جنجويدية، إلا من رحم ربي، عبارة عن تجارة، أي حاجة هناك فيه، أي شيء هناك موجود، الحرامية، الرمم، الخنايب، الجنجويد، القوادين، ما في حاجة ما في، وكله بالقروش. الناس الرخيصة، الناس اللي ما عندها ثمن، الناس اللي بيشتروها بسندويتش، الناس اللي بيشتروها برصيد، كله 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 فيه. الآن شكلت شبكات بتاع بس رصد، والشبكات شغالة منكم وفيكم، والرصد شغال، الرصد شغال. أي أسرة منها ولد بيمشي بيطلع بعد جنجويد تعرف نفيسة بيتها هدف، لأنه الأيام الجاية والله نار الله الموغدة، بتيجي تبكي يوم تلقى أمك في البيت راسها مفجر، لأنك أنت بتكون سبب وأنت حتتفجر، لكن لما تجي امك تلقى وقع في البيت صاروخ، وامك لانه بيموتوا ديل ما اولاد حرام، ديل اولادنا، ديل جنجويد، ديل بيقتلوا اهلنا، بيدمروا بيوتنا، بيغتصبوا حرائرنا. انتوا قاعدين تتمتعوا؟ هتقول لي بعدين معلش حرام؟ حرام منو؟ انتوا الحرام ذاته، انتوا الحرام، انتوا لو ما بقيتوا حاضنه وكنتوا بقيمه بلد وقيمه دوله سودانيه ما كان الجنجويد بيقوا ساكنين معاكم في البيوت، ما كانوا الجنجويد عرسوكم، ما كانوا الجنجويد اغتصبوا امهاتكم، ما كانوا انت بتفضل بيت الجنجويد ويطلع يركب في امك وانت رضيان، ما كان الجنجويد يتزوج اختك اللي عمرها 9 سنة وانت رضيان، دي الحقيقه. عشان كده بنقول لكم الرساله بتاعتنا عشان الناس تفهم، زي ممنوع التدخين والتدخين ضار بالصحه، زي انتبه امامك لا دار، الان انتبهوا جايكم الكي 8، انتبهوا جايكم الكي 8، انتبهوا جايكم الموت، انتبهوا، دي الحقيقة. عشان كده احنا نصحناكم وعملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا عشان ما نكون قصرنا معاكم. اللي عنده حاجة يشيله ويمشي يشرد، اللي عنده شيء يمشي يشرد، اللي عنده حاجة يمشي فارق البلد أحسن لكم، سوقوا أولادكم اشردوا، الدار يشرد يشرد، احنا ما خلاص احنا وريناكم ونصحناكم، وجايكم والله العظيم لا عين رأت ولا أذن سمعت.
اطلعوا ساي يا اخي، بتفتحوا بيوتكم لابو شوتان؟ اكبر فتنه في التاريخ، عجوب الخرب السوبة، ابو شوتان بيجند منكم، ابو شوتان الوسخ النجس بسوق اولادكم، يشتروهم بالراس يودون للالغام وللموت وللهلاك، بتفتحوا له بيوتكم، عاملين بهناك بيوتكم للجنجويد فاتحينها، وتضحكوا وضحك وجبنات وقعده وسيجار وبيره وهناي وكله هناك. يا اخي ما عيب عليكم، عيب 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 والله عيب عيب، ما في مبرر. شعبي كله بيعاني، الناس قاعدين في المدارس بياكلوا واطا، ما باعوا لانه بيبيعوا ده اخوه، ده السودانيين او السودانيين اجدادهم سودانيين، ديل الاشراف، ديل اولاد البلد اللي عندهم اهل والعندهم دين وعندهم ايمان. ما الوسخ، ما الناس الحراميه اللي قدامه الناس رمم تضيعوا بلدنا وطلعوا ميتينا، ما الناس اللي ما عندها قيمه، الناس التافهه المحشوره بيناتنا. عشان كده البلد بتنضف 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 من مزعله بتاعت ما بتنضف، وبيغشكم بيقول لكم الحرب، والله الحرب بقت ماشيه خلاص، بقى الحبل رجيك رجيك ماشي ماشي على خلاص الانتهاء، ما في حاجه. ايام ايام بتشوفوا بعينكم، ايام بتشوفوا بعينكم المعركه ماشيه تنتهي ولا ما ماشيه تنتهي، ام درمان تخلص بهنا، الجيش كله بحري بحري، انتهت الخرطوم نفر، الخرطوم نفر، الخرطوم انتهت، ما بتعيشوا. لو وسع الطيران جلاكم واتدسيتوا ما بتعيشوا بعد الحق، ما بتعيشوا، ما نهائي نهائي ما بتعيشوا. اي اسره وقفت مع الجنجويد ما بتعيش، عادين بالنسبه لنا جنجويد، بن بالله بن بالله، لانه ده وطن والله، لا فيهم جامله ولا فيهم معليش ولا فيهم يخل باركوه ولا فيه، ده وطن، ده زي ما انت عملت بنجي نعمل فيه، ده حق، والحق ده غصاص بالنسبه لنا، ده غصاص وطن. عشان الناس تكون واعيه، الزول اللي بيجند منكم اللي بيسوق اولادكم بيشوفوه بعينكم، ووصلته الرسائل والناس كلموه وعامل نفسه راسه قوي، مصير مصير عامل نفسه راسه قوي. عشان كده بنقول ليه اصبر انتظر الراجي، عشان المره الجايه بنطلع لك، انت دار تتاكد اننا عارفين اسمك، بنجيب لك نقول لك اسمك فلان الفلاني. لكن يوم نقول لك اسمك والله ثاني يوم ما تصبح، ثاني يوم ما تصبح، للصبح ما تصبح. احنا بنكلمك ليه؟ بنقول لك ليه؟ بس واجب كده، واجب تطلع تشرد، يقبضوك احتغلوك، افضل افضل، ما عشانك انت، عشان اطفالك، عشان اطفالك، مع انك معي اطفالك ديل ذاته، لانك انت كتلت اولاد الناس، عشان كده ربنا دار ينتقم فيك، لانك جنجويد انت كتلت اولاد الناس، عشان كده ربنا دار ينتقم فيك. احنا بنقول لك الكلام ده لاننا واثقين وعارفين، وانت عارف بيوتك اللي اشتريتها دي والله الا يسكن الشيطان، اشتريتها بدم الناس السودانيين ديل والله الا يسكن الشيطان، البيوت اللي اشتريتها دي والله الا يقعد فيها الشيطان، بتقعد فيها باولادك ديل باسرتك والله كذاب كذاب، بتخليها لاولادك والله كذاب، دي باحتمال دم اولادنا، دي اشتريتها بالدم السوداني، دي اشتريتها بالسرقه، دي اشتريتها بالقتل، دي اشتريتها بالتجنيد، دي اشتريتها على الاولاد الصغار الغصر، اشتريتها بايديك، الكلام ده اشتريته بايديك انت. عشان كده يا جماعه دي رسالتنا، الموضوع ده عندنا ملفه متكامل، والشخص ده احنا عارفينه وشغال من بدري مع النازل، واستفاد الايامات دي فائده كبيره من التجنيد، بيمشي لاولاد الحله بيقنعونا الشفع الصغار، الشفت اللي بيقول له شبلي ذاك الصغير العمر 11 سنه بيسوقهم، بيجيبهم قدام عشان يعملوا استمراريه، وبيقبض القروش كلها هو بشيلها، وبيديهم حاجات بسيطه والباقي بياكلوا لاولاده. حرام بين جهنم، انت واولادك ومرتك، انت واولادك ومرتك، اولى بيه وجهنم، اولى بيه وجهنم عديل. عشان كده الرساله تكون واضحه، دي رسالتنا لجنوب الحزام، الناس اللسر تحاول تنظف نفسها قبل ما فوات الاوان، قبل ما الفاس تقع في الراس، قبل ما تلقى صاروخ من الصباح واقع في بيتك، قبل ما تلقى نفسك ميت مقابل رب كريم، حتقعد تقول له والله انا والله ما في، ده ربنا سبحانه وتعالى. وجايكم جايكم والله العظيم، جايكم جايكم والله، جايكم جايكم، لانه البلد ذاتها لو ما تنظفتوا انتوا السودان ده ما بقوم،
احنا اللي كانت معطلانا الناس الجوانا الوسخه، والحرب دي اظهرت حاجات كثيره، اختصرت علينا طريق طويل. ما حنندم على حاجه، بالعكس ربنا سبحانه وتعالى علمنا، لكن اتعلمنا. عشان كده بنقول لكم اجايكم شر ما خير، جنوب الحزام اجايكم شر ما خير. اللي عنده باقي عمر ودار يلحق امشي توب واستغفر وسوق اولاده ويطلع من جنوب الحزام بالواضح بالواضح والصريح. بنقول لكم نمشي يا جماعه. بالنسبه للغرارات بتاعت الليله، الغرارات دي كنا بننادلها من زمانك وطلعت، والحمد لله كلنا والله دايرين الغرارات الصح، ما دايرين اكثر من الغرارات الصح. لكن حتى غرار الولاء ناقص 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 بتاع النيل الابيض القحاطي بتاع حزب اللومه ده ما له خليته، ناقص نمره الجنجويدي كلب حميتي ما له خليته، كلب حميتي ليه خليته؟ مشيت شوته برا. ما القرار يكون واحد بتطلعوا حته 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 ليه؟ شوتوه كله وانا العفن، والي الشماليه والي نهر الشماليه شلتوه، اي يمش مع معروف ده العمل ومعروف يمش دايرين بتاع نهر النيل بتاع نهر النيل، قال هنا نهر النيل هنا نهر النيل ده ما دايرينه، معروف معروف دي الحقيقه. انت بتشيل حته 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 حته، قراراتك طلعها مره واحده، شيل نمر شيل بتاع النيل الابيض، بتاع النيل الابيض ما عنده اي قيمه، زول بيكسر ولا عنده علاقه باستنفار ولا عنده علاقه بمعسكرات، زول جواه قحاطي كبير وجنجويدي ما عنده حاجه، امش طوالي دي الحقائق، طوالي امش اصله ما يقعد، امش طوالي. لكن ما تشيل لنا حته، وشلت به هنا شلت الوالد بتاع الجزيره ده معروف من زمانك، الوالد بتاع معروف والبتاع في المكتب يمش بمكتبه، الامين بتاع الامانه العامه بتاعت الحكومه يمش يمش معاه، الطبال يمش معاه، بتاع الدلوكه يمش معاه. ما دي بلد لازم تنظف، الناس دفعت ثمن عشان تنظف. بالنسبه للفريق حسان يمش حسان يمش لانه بيزعل في كلامنا ده، مزعله انه نحن ما مزعله الجنجويد، حسان مزعله كلامنا نحن، مزعله كلامنا نحن، كلامنا اللي بنتكلمه ده مزعله، ما مزعله الموت ولا مزعله الاغتصابات ولا مزعله القحاطه ولا مزعله كلامنا نحن. عشان كده يمش يمش ما يقعد، ده ما عندهم حاجه يقدموها ما عندهم، وما عنده وزير داخليه بيطلع بيتكلم لك عن مساجين وما مساجين، والبلد والبلد كلها فاك، البلد كلها فاك، لا شفناه عنده حاجه، لا شفناه عمل حاجه ولا عنده اي شيء، ما عنده حاجه يمش. البلد لو اشتغلت كده البلد بتجي، اي زول ما نافع يمش، البلد دي ما حق الزول يمش طوال يجي اللي بعده، البلد مليانه، سودان مليان كفاءات، سودان مليان غامات، شيل طوالي خد محله، شيل نمر، شيل الوالد بتاع القضارف اللي استضاف شوقي بصلع المعرساو ام الهباني، شوتوا برا، داير بيه شنو الوالد بتاع القضارف؟ شلت حق كسله، شيل حق القضارف، داير بيه شنو؟ في شنو؟ خدتي ولا شنو انت؟ حبه في شنو؟ شوت ده كله عفن، انت خدتي ده كله عفن عفن. لو جبت لك عساكر افضل لنا مليون مره، جيب لنا عساكر فرقه من القاعدين جوا ما شغالين ديل، ودون هناك وديهم، عندك الفرقه راكدين ما شغالين وديهم، الفريق فلان والي الجزيره، الفريق فلان والي وين، الفريق فلان والي وين، خلوهم يشتغلوا. لكن الناس الفاتت كلها اللي اشتغلت دي ما بتنفع، ما بتنفع كلام ضواء، ما بينفعوا الناس دي اللي احنا شايفينهم بعيننا وشفنا سلبيتهم وشفنا من اسباب النكسه، الناس دي ما بتنفع معانا. الشعب السوداني ما دايرون، انت بتشيل القرارات الان بتطلع فيها، معناتها اداخر ليه القرار؟ اخرته ليه الوقت ده كله سبعة شهور؟ في شنو؟ ما في سبب. اي والي ما نافع والي الجزيره يمش، والي ذاك يمش، والي الجزيره كمان يتحاكم، والي الجزيره ما يمش يتحاكم، يتحاكم. الزول ده فاسي،
الزول ده فاسد بمعنى فاسد، يتحاكم بالمحكمه وللجزيره يتحاكم ويتفتح له بلاغات، وبالشماليه برضه يتحاكم لانه استخدم سلطته في غير مكانه، لانه داري يقبض له ناس بتصور، داري يسوي له حاجات ما انا ما شفت والي زي ده. عشان كده نحن ده وطننا يا جماعه، الناس تحرس وطنها والناس تتكلم، دي بلدك، التراب ده حقك، الناس دي ما تقيف لك في حلقك، ما في ما تشتغل بزول، يتكلم قول الحق، الحاجه الغلط تصلح، الغلط ما تسكت على الغلط، انت في النهايه الزول الجاي ده عشان يخدمك انت، عشان يقدم لك خدمات انت، الزول ده ما نافع، ايمش ايمش الشعب ده ما دايره، ايمش ايمش طوالي ولا يبعد ولا دقيقه. لكن هنا ناس البرهان بيطلعوها بالقطاره، احنا بنفرح، هاي نصي فرحان، ايه فرحان والله، والله العظيم الشيله تحت الوالي والشيله بتاع الشماليه والشيله بتاع كفولا، والله فرحان والله العظيم. لكن الحاجه دي لما تجي كلها مع بعض، احنا بنقول الدوله عندها غرار، احنا بنقول الدوله هنا عندها هيبه، احنا بنقول كده الكرسي مليان، والله دي الحقيقه، والله دي الحقيقه. لما القرارات في مكانها تطلع في الوقت المناسب، والشعب السوداني يلقى البلد شغال فوق قبل التحت، الشعب كده بيطمئن وما بيلعلق، ما بيطلع يلعلق، الشعب ما عجب اللعلع، الشعب داير البلد دي تمشي صح بانضباط صح بقرارات سليمه. تيراب بتاع المغتربين ده شفته قبل شهرين، تيراب ده قاعد قحاطي امارات ما عنده اي حاجه، بس بيضحك بيضحك وكذاب ومنافق، جابوا القحاطه ضحي، ما عنده اي شغل غير الضحي، ما عنده الوزراء ذي كلهم نسع الحكومه، ما دي بس عندك وكل الوزارات كلهم قحاطة، عندك المستشفيات كلهم كانوا في الخطة تحت التوزيع القحاطية، البنوكة ناس محتضن داي اسمه الكذاب ذاك اللي قال 64 مليار ذاك ونجيبه ونعمله، الكذاب المنافق ذاك اسمه ده كله يتبلى، ده ما يقعدوا في الدولة ولا يوم، في شفت في وظيفة في السودان ما يشتغلوا ولا ثاني ولا ثانية، ديل ما أمن على الوطن، دي الحقيقة. نحن دايرين الشغل الصح، لا دايرين زول يقعد يقول باركوها، لا معليش، لا خلوها لي بعدين، لا لا، ما في طوالي، بل انت لما تبيل بتدي الكرسي ده مكانته، لكن بتقعد تخلي نمر، نمر ده خليه لشنو؟ نمر ده مع جنجويد عديل، بودي للجنجويد اللكن، بودي لهم مديهم قروش، مديهم اي حاجة، نمر نمر الوالي نمر، خدتي لشنو؟ ليه خدتي نمر؟ لشنو نمر؟ نمر طوالي مش برا نمر، برا كلام فاضي، يمش طوالي نمر، ما عنده حاجه. نمر ده من اسباب النكسه بتاع دارفور ذاته، نمر ده يمش، دي الحقيقه. انت بتشيل الان خلاص الليله وعيت، الليله جيت وشلت الوالي وشلت ده ده ده, ده احنا بنفرح، لكن ده ما احنا دايرين بس ده، احنا حنقول لك المزيد، حنقول لك لسه، والله العظيم حنقول لسه. شيل الحسيني، حاسين لنا الجيش، شيل الحسيني برا، جيب ادم هارون خدته مكانه، دي الحقيقه. جيب الضباط الشرفة، جيب الناس اللي جربت، قول لها الحسين خلاص عمرك كبير، الحسين خلاص انتهى، معليش شكرا لك الحسين، بارك الله فيك، امش لاولادك الحكم، شكرا، ده وطن خلاص، خلي غيرك يجرب، انت جربت الحسين سواقتك كعبه، خلي غيرك يجي يسوق، لانه هيئه القياده دي، هيئه الاركان دي، ده مفصل الجيش، ده المفصل حق الجيش، الحاجة اللي عملها الحسيني كبيرة، والله العظيم دي ما دار مجاملة، ما في سبب والله عذر ما في، لو جيت تحقيق فتحته معانا أطلعه مدان، خليه يجي معاه الجيش يفتح معاه تحقيق، والله مدان، والله ال 92 ده باب الدينه، جيبت مامون من السعودية وتعيينه في الباقير تدينه، تعيين اثنين خونة في مروي تدينه، تعوين واحد عميل في المدرعات تدينه، ده والله دي دينه، أقسم بالله اللي الدبابات الجابة من برا تدينه، دي الحقيقة. احنا الشعب بيقى عارف اي حاجة، الشعب بيقى عارف اي حاجة، ليه الشعب عارف؟ لانه يا جماعة الشكارة غير الله مزلة، الجيش ده قلت لك تراتبية، الجيش ده تراتبية رتب، ما فيه مخالفة تعليمات معناتها بتموت، لو بقت غلطان واي حاجة انت خالفت تعليمات بتموت، انت كده مخالف، وما في زول بيقدر يتكلم. الناس دي حتفضفض وين؟ عندها خيارين، يا تتمرد يا تفضفض للناس، تفضفض لانه
للشعب السوداني، لناس الجلد والراس، للناس الهمة على الوطن، بيحكوا ليك والله حاصل علينا كده كده كده. احنا عارفين حاجات، عارفين حاجات، والله ما في حاجة ما عارفينها. أكذب عليك وأقول لك والله عارفين وبكلمونا، والله حاصل وبيحكوا لنا. ليه؟ لأننا نحن مؤتمنين على الوطن، لأننا ما بنطلع سر للوطن. بنضغط في حتة محددة، ما بنطلب من الضابط تمشي تمرن، ولا بنقول لامش لا لا، بنقول لامش أعمل كده، الضباط تلاقوا وامشوا قعدوا مع البرهان، قول له واحد اثنين ثلاثة، الشعب الآن متململ. هنا بدون أي لف ودوران، ما في حاجة، ده عادي حصل قبل اليوم، سنة حصلت. السنة دي حصلت، حصلت السنة دي. طبق البرهان ده ذاته، مشى للبشير وقعد معاه قال له والله الشعب ده ما داير تتنحى. البشير كان غايد وهو المزود، قال له رفض، قال له دي هناي قله تدب ولا ده الغايد بتاع الجيش ما تتكلموا فيه؟ لا لا، قال له خلاص ما داير، انا ماشي. جو لي زين العابدين، ما داير انك ماشي ماشي، قال له ناس زين ما داير انك ماشي. جو لي عمر ابن عوف، ما انا ماشي. عبد المعروف، انا ماشي. فيهم واحد رفض، ليه؟ لانه في مصلحه بتاعت مؤسسه عسكريه ومصلحه بتاع الشعب السوداني قاعد داير الكلام ده. هنا ما في زعل، لا دارين نسيء، لا دارين نلعب، بالعكس عمل ممتاز جدا. دي سنه انا ما سنيتها، السنه دي ما حقتي، دي سنه البرهان، دي سنه البرهان وزمرته. شالوا ايه الاركان من كواعد المعروف وشالوا من هنا، وبيجوا واحد حسين لبس ايه الاركان وبرهان لبس السياده. السنة دي طبقوها دي عادي، انه تكتب دستور عديل، انه لو الزول اللي قوم لود بشهادة الضباط كلهم تكتب عديل في الجيش، في النظام الاساسي بتاع المؤسسة العسكرية تكتب، والله العظيم تكتب. ليه يا جماعة؟ مستحيل ما يجيك واحد يدو الضوء الاخضر كده، ما في جهة تحاكمه، يقول لك ده يا هو المزول من الدولة، وهو ده المزول من الجيش، يودي الجيش البحر، يجيب الجيش من البحر يودي المغابر، ويقول لك ده ما... لا لا لا، دي كده المؤسسة غلط. المؤسسة لازم تكون في جهة مراقباها، جهة داخل المؤسسة ما خارجها، قانون، دستور، شرعنا بتاعت حاجة لازم تكون واقفة للغاية ده، عشان ما يمشي سوق البلد زي ما هو داير، عشان ما يتحكم بانه التراتبيه ويطلع فوق ويدلدل رجوله. دي الحقيقه، لازم يتعامل سنه، تتكتب قانون داخل المؤسسه العسكريه. لازم ما هو العساكر ديل ما انبياء، ولا لا 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 ينامون ولا ياكلون ولا يشربون. ديل بشر، فيهم جواهم الانسان ممكن يكون طماع، ممكن الانسان يكون فاشل، ممكن يشتروه عميل يودي الدولة دي هي يوديها لأي محور داير. الحاجة دي تتفك سايبة كده بس، الناس اللي بيقول لك كده تتفك سايبة، لا لا، اتعمل السنة، اتعملت حاجة، اتعملت شيء. العالم كله لما تجي في المحاكم بتاعت العالم مرات ما بيلقوا قانون يحكموا بيه، بيرجعوا لحادثة قديمة يتحكم فيها شنو؟ والله العظيم حتى في الكورة محكمة كاس دي بترجع طوالي للحاجات دي، لا هاي دي بترجع طوالي للحاجات دي، بتغارن. اتعمل شنو سنة كده بقوم يحكموا لك بنفس الحاجة اللي اتعملت، اللي هي كشنو؟ كسابقة. كسابقة، يسمها سابقة في المحاكم العالمية، بيسموها سابقة. بيقول لك في سابقة سنة كده حصلت كده، والآن دينا بالسابقة، الآن احنا عندنا سابقة. والسابقة دي ما بعيدة. ولا الشعب نساها. السابقة دي قريبة، لا دارين الوطن يتدمر، ولا دارين الوطن يمشي لحرب، ولا دارين الوطن ينتهي يتكسر. احنا دارين الكلام يصل، الكلام واضح. في الان في ناس فوق بالنسبة لنا كشعب سوداني احنا فقدنا فوق الثقة، ودي الحقيقة. الناس لما تقول الكلام ده دي حقيقة. احنا يعني ادس اقول لك كده عشان انت ما تزعل، انا ما بقدر، انا بقول لك الحق باحترامنا لاي زول ولاي مكانه اي زول، ما بندعو لنا زول يمشي يتمرد، لكن بندعو زول يمشوا للسابقه اللي حصلت قبل اليوم يرجعوا ليها. في سابقه اتعملت ومن نفس الشخص. السابقه دي طالما البلد يسوقوها لك لاي اتجاه غير وطن وغير المعركه تتحسن في الميدان، السابقه دي لازم تكون موجوده وبقوه. المفروض السابقه دي تكون موجوده وبقوه. دي حقيقه.
السابق البلد دي شعرت بيها ماشية في حتة غير الصح، والمعركة دي في حاجات طوال السابقة دي مفروض تجي هنا. ليه؟ لأنك انت ما ممكن تديني شكل بياض لزول ماشي رجعني لنفس القاتل. الدولة اللي بتدعم القتلة دولة الشر، اللي بتجيب السلاح دولة الشر، اللي بتوفر التأشيرات دولة الشر، اللي بتشتري الناس دولة الشر، اللي بتشتري القحاطة أولاد الحرام دولة الشر. ما في زول معارف، ما في زول معارف. انت تيجي توديني لا تاني ومدين لي الامارات وما تطلع تتكلم عنها، انا ما بثق فيك والله، ما اثق فيك ليوم القيامه. وحاط الله العظيم ان بقيت سبعه برهان ما اثق فيك، مدين لي الامارات دي ما اثق فيك. احنا قلنا لك الوطنيه مقياسها اذا انت الامارات، الكرسي ده مقياسه اذا انت الامارات، الكرسي القاعد فيه ده مقياسه اذا انت الامارات. ادي انت الامارات، احنا والله تلقى الضوء الاخضر فاتح، احنا بنقول ما عندك حاجه لزول. لكن طالما ما دي انت يدينا، ما تقول لي والله ان احنا خوف، احنا ما خايفين. انت خايف؟ احنا ما خايفين. الشعب السوداني حيخاف من شنو ثاني؟ حتعمل لنا شنو يعني؟ حتقدر علينا؟ والله هنا قاعد تعديل، ولا بنلف ولا بيجيبوا لنا عمولة، ولا عمولة نقلبها مع حرب دغريه، مش تعمل شنو يعني؟ حتجيب طيران تدقنا؟ حتجيب طيران تدقنا؟ والله الناس اللي قاعدين جوا، واقسم بالله يوم وليله والله يكرفسوها كل البلد، يخربوها لهم في ساعه. ودي الحقيقه، دي الحقيقه. نحن عندنا قنبله جوا بلدنا، قنبله جوا قاعده، لما تبقى تحت الجد ما في سوداني بيسكت، حتى لو كان منو ما بيسكت، ما بيسكت والله ما يسكت، لو القيامه قامت ما يسكت. دي الحقيقه. احنا ما دارين حاجة اكتر من الصح، ما بنفتش لي منصب، ولا دارين يسلموا البلد لقحاطة، ولا قلنا لهم دارين مدنية، ولا قلنا لهم دارين ديمقراطية. احنا دارين عسكرية، وعسكرية كمان ابدية، وانا انضل يوم الدين ما اختار لي في داير عسكرية ليوم القيامة. احنا كفرنا بمدنية، احنا ما ساكن مدنية، ولا ساكن سلطة، ولا ساكن نحكم، ولا ساكن، احنا ساكن وطن. والوطن ما بيتبني الا بالقرارات الصح، والقرارات الصح ما بتجي الا لو الناس الفوق ما عندها حاجه لبرا. الناس الفوق لو كانت ما مطلوبه بتجي قرارات سليمه 100%. تجي سليمه 100%. عشان كده نحن محتاجين قرارات. القرارات الطلعه دي اي كويس خطوه، لكن ما اللي احنا دايرينه كامل. ما بيلقى الطاره، احنا دايرين قرارات 1 2 3 4. دارين قرارات تبسط الشعب السوداني، تخلينا نرتاح، تبسط الشعب السوداني. احنا الان محتاجين القرارات دي في الوقت ده بالذات، محتاجين لما تجي تطلع لي قرارات بتاعت امر قبض في القحاطه، الشعب ده شهر كامل بيكون بيتغنى، بيكون ذاته ما شايف، بيكون عامل حفلاته وعامل مزيكته وعامل طربانته واموره طيبه. انت مالك ما قادر تبسط الشعب السوداني؟ الشعب السوداني يوم يلقاك تطلع النيابه العامه تطلع امر قبض للقحاطه، والله عيد وطني، والله عيد وطني، والله هم من الانتصار، والله العظيم هم من الانتصار. ودي الحقيقه. احنا ما بنقول ثاني يتبلع عليهم، عندك الادله والبراهين. الناس دي هددوا الشعب السوداني، وهددوك انت ذاتك، هددوك انت ذاتك، وكانوا دارين يحتغلوك يوم 11. دي حقائق. وقال لك وهددوا فيك وبسيوا الجيش وبيشمتوا في الشهداء وبيشمتوا في المؤسسه العسكريه، ويوم نفقد موقع بيقعدوا يطبلوا ويغنوا. طيب انت ما دارت تدينهم ليه؟ قال لهم دينهم الدعم السريع في الاجتماع الاخير، قال لهم احنا ما جهه حقوقيه. وطيب بدينه في الجيش ليه؟ طيب انت وقت ما جهه حقوقيه بدينه في الجيش ليه؟ ما دينتوا الدعم السريع، لكن بدينه في الجيش ليه؟ انتوا ما دي جهه حقوقيه، ولا عندكم علاقه قلت بجهه حقوقي. طيب بدينه في الجيش ليه؟ انتوا كميه بتاعت متناقضات ما طبيعيه. لا فهم، لا اخلاق، لا علم، لا دين، لا ايمان، لا وعي، ولا اي حاجه. هو سائل فين؟ دارين تقعدوا بالرجاله بس بانتقاليه تحكموا، لكن على جثثنا، على جثثنا، جثثنا دي تلقوها في الشوارع تطلع فوق وتحكموا، لكن تيجي تحكموا ثاني وتقعدوا بانتقاليه، والله كذابين. انتقاليه شنو بنخليكم تقعدوا بها؟ قلتوا بانتخابات تعالوا خلي انتقاليه، جيبوا واحد تعالوا، ما بتجوا. انتوا بالنسبه لنا لو جه زول الليله ما مطلوب لي برا وما مطلوب ليكم ولا عنده معاكم علاقه، بكره بيطلع امر قبض ليكم. دي الحقيقه، لانكم انتوا مدانين.
بالأدلة والبراهين. شو اللي بتاع الصعاليك سكرجية أو لبارات من بار لبار جوادين سبب الحرب دي؟ انتوا انتوا اللي عملتوا الحرب دي، انتوا اللي هددتونا بالحرب. موجود التهديد منكم كلكم، وجحفر ومحمد الفكي ومن كلكم هددتوا موجود. عشان كده ما عندكم حاجة. اقعدوا اجتمعوا اقعدوا كضبوا ننفقوا، انتوا رجال اولاد رجال عندكم شنبات تعالوا السودان. خليها جعجع وقلة اللدب البرة في البارات تعالوا السودان، خليها قلة اللدب والكلام الفاضي تعالوا السودان. انتوا جلستوا تتطاقشوا، المسيح الدجال قال جار يمشي يمين بالباب بتاع مصر طلع في الباب تحت شاد مسيحكم الدجال. يمشي بهنا يتاتح بهنا يتاتح، جايبينه مصورينه ربع ساعة. تاني يوم الشنط شلتوه ومن اقرب محيل في الناس طلعونا حميتي بتاعت شيرات، طلعونا الجنجويد بتاعت شيرات، والله في ناس فيكم طلعون بتاعت شيرات وجايين تعملوا نفسكم البلد ده. البلد ده والله تترقبوا فيه لما تقوم الساعة ما يكون عندكم فيه طوب البلد ده. بيوتكم دي والله نسكينة شفتها للحيوانات ما تقعدوا فيها انتوا، والله نحرق عليكم كلها بيوتكم دي. تقول انت انا السودان ده زي زمان ما في ده تمام دفعنا. والله لا كان تمشي السماء كان تكورك كان وي واحد فيكم يقول ده ويرفع راسه ويتفى. ما في زمن تاني المنظمات ونحن والحقونا. نبيل لك انت ومنظمتك، نبيل لك انت ومحكمتك، والله تتبلى جوا وتتبرى برا. ما عندنا لكم حاجه، خلاص كفايه دمرتوا الوطن ده، وصلتوا مرحله والله كرهتوا الناس في بلدها، كرهتوا الناس في الديمقراطيه، وصلتوا الناس خليت كفرت عديد بحاجه اسمها ديمقراطيه ومدنيه، خليتوا الناس كفرت بحاجه اسمها شارع وثوره، خليتوا الناس كفرت رسمي وشعبي، رسمي وشعبي. يعني تقول نحن ومعليش والموت، الموت 10,000 جثه في المشارح ما دفنتوها، طلعتوا بها السلطه. قتلتوا اولاد الناس عشان تطلعوا الكراسي. كل يوم مليونين وبموتوا فيها 20 30 40، 20 30 40. احتصام جريتوا بيوتكم وفضيتوا مع العسكر. قتلتوا اولاد الناس بالالاف وربطوهم وجرعتوهم في النيل بالبلوك. وجايين تقول له في ادبكم الموت والسودان ودلال الحرب، الله يحرم ميتينكم ميتين ميتين. والله العظيم السودان دي اللي بقى لكم نار جهنم. الكلام ده واضح واللغه دي واضحه ولا تهاون. ما تقولوا في زول بيدخلكم ولا في اتفاق تصفيك وفي اي زول يدخلك، ما في زول بيدخلك البلد دي. البلد دي والله ما في راجل يدخلك غير الشعب السوداني، وتدخل تافي راسكم، والشعب السوداني اللي لقاكم في اي محل والله بيركبكم، وبالحلال ولا بالحرام. تتركبوا بالحلال ولا بالحرام، ودي الحقيقه عشان ما تتعبوا. البلد دي خلاص قفلت. الناس يا جماعه ترويق المانجا وبتسمع الاخبار الطيبه باذن الله تعالى من بكره وبتشوف. بتسمع وبتشوف بالعين، شوف العين طيب. وناسهم درمان ابشروا ابشروا عديل ابشروا. وباذن الله تعالى منتصرين. شاء من شاء وابى من ابى. وبكيفنا ما بكيف اي رمه. الله يديكم الصحه والعافيه.